اهلا وسهلا بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهارده هنتناول الموضوع علاقه مصر باسرائيل لماذا الهوس المصري والعربي بالعداء باسرائيل ولماذا الهوس بالمجند المصري محمد صلاح هو ده هو ده الموضوع الان حاليا نشرح موضوع محمد صلاح ونوسعه ليه هذا المستوى العداء اسباب هذا العداء و... وتاريخه و... وحيثياته، ليه هم عاوز... ليه بيعادوا اسرائيل؟ ليه عاوزين يعادوها؟ ليه بيعادوها رغم معاهده السلام؟ اللي حصل ان في 5 يونيو 2023 جندي مصري اسمه محمد صلاح كشفت اسمه الاسرائيل وليس المصريين بالمناسبه. آه هذا الجندي عبر الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل وقتل ثلاث مجندين آه من الجيش الإسرائيلي وأصاب اثنين آه آخرين. طيب. بعدها مباشرة الصحفي الإسرائيلي آه إيلي كوهين حط على تويتر استفتاء. بيقول بيقول للعرب هو اغلب المتابعين لإلي كوهين عرب اغلبهم عرب بيقول لهم الجندي المصري محمد صلاح اللي قتل ثلاثه اسرائيليين هل هو بطل ام ارهابي؟ شارك في هذا الاستفتاء حوالي 48 الف شخص 48 الف شخص في استفتاء معناه يعني استطلاع راي يعني استطلاع راي او استفتاء او استطلاع راي إن شارك 48 ألف شخص ده معناها إنها عينة كاشفة وإنها عينة كافية وإنها ترند واضح تبين مدى العداء لإسرائيل أو رؤية العرب لإسرائيل. ال 48 ألف واحد دول 93% منهم قالوا محمد صلاح بطل و 7% فقط قال قالوا إرهابي. أنا لما شفت هذا الاستفتاء عملت له ريتويت وعلقت عليه وقلت هذا دعاني الى كتابه هذا قلت 48 الف شخص هي عينه ده اللي انا كتبته على موقع على تويتر 48 الف شخص هي عينه كاشفه لحقيقه الراي العام في الدول العربيه تجاه اسرائيل 93% من المستطلعين من المستطلعين يرون الجندي المجرم الذي خان الزي العسكري لبلده وورت دولته في مشكلة لا تريدها يرونه بطلا وقلت أن هذا استفتاء حقيقي وكاشف ومخيف عشان كتبت هذه الكلمتين على ان هذا ان هذا ورد بلده ومصر مش محتاجه مشاكل اكتر من اللي هي فيها وان ورد بلده في مشكله لا تريدها انفتح سيل من التعليقات النابيه ضدي 1792 تعليق و 344 ريتويت و 629 ألف أرم هذه التويتة بتاعتي أغلب تس... أكتر من 90% من الناس اللي علقت علي أو عملت ريتويت بتشتمني بما في ذلك مستشار مرسي واحد بيقول حاطط التايتل بتاعه أنه كان مستشار الرئيس الإخواني محمد مرسي شتمني بكلمة نابية أغلب الشتائم كلمات نبيه ده هو ده الـ الـ البطولات العربية أنهم يشتموا بكلمات نبيه بالأم وبالمش عارفة ايه والكلام ده ده شيء أساسي في ثقافتهم بيعتبروا شتيمة بطولة وانتصار وتفريغ لشحنة الغضب عندهم المهم هذا اللي خلاني أعمل هذا الموضوع كله وأسلط الضوء على الموضوع كله التويته بتاعت ايلي كوهين والريتويت بتاعتي والكميه حجم التعليقات المهول وحجم الناس المهوله اللي شافتها يعني 629 الف ده بعتبرها رقم كبير بالنسبه لصفحتي على تويتر نيجي بقى للجندي محمد صلاح ده اللي عمل العمليه دي اللي عمل العمليه دي العمليه دي هنسلط الضوء عليها الولد ده شاب صغير عنده 22 سنه يعني اتولد بعد بعد 22 سنه من توقيع معاهده السلام الاسرائيليه يعني ربع قرن تقريبا اهو يعني من توقيع معاهده السلام الاسرائيليه المصريه لم لم يعرف حروب ولم ولم يسمع ربما عن حروب اساسا وهو اصلا سائط في دبلوم صناعي يعني شاب فاشل مش متعلم فاشل كل شيء فاشل آه آه هذا الرجل آه آه اللي ما يعرفش حاجة عن السلام ما يعرفش آلام الحروب والضحايا اللي, اللي تمت والتضحيات والتخريب اللي حصل في, في اقتصاد مصر وارتهان اقتصاد مصر للحرب لعقود ما يعرفش هذا الكلام وعبر الحدود وطبعا كان مدبرها كان مدبر انه يقتل الناس دي مدبر انه يقتل الناس دي لانه مخطط كل شيء سواء بالذخيره مجهز ذخيره كتيره مجهز ادوات للدخول سكاكين شنطه كامله بالاضافه الى السلاح بتاعه اللي هو السلاح الميري اللي هو بيتعامل بيه ومعاه 100 ذخيره ودخل من منطقه هو يعلمها جيدا هو دارس الموضوع دراسه جيده وهذا يفتح ان يحتاج تحقيق كامل الموضوع هل وراه حد ولا مش وراه حد لانه دارس نقاط الحدود وعارف ايه النقطه الضعيفه اللي ممكن يدخل منها الى الحدود الى داخل اسرائيل ودخل داخل اسرائيل مشي خمسة كيلو مترات خمسة كيلو لقى اتنين مجندين طبعا في حالة استرخاء لان هم مش مأمنين الحدود المصرية الاسرائيلية مش, مش في ذهنهم ان يجي لهم حد يقتلهم من ناحية مصر مش 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 واخدين خوانه قتل الناس الات الاتنين دول وبعد ما قتلهم اللي ال 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 كانوا في نقطه الحراسه بتاعتهم قتلهم انتظر لما تيجي تبديل الحراسة تاني بعد ساعتين استخبى ورا حجر وانتظر لما جت الدورية التانية اللي شافت اللي سمعت ان اتقتل وجام اشتبك معاهم قتل واحد واصاب اتنين يعني هذا الرجل هذه هذه العملية عملية مدبرة مدبرة ومخططة من قبل هذا الشاب هل هو خططها بنفسه بهذه الطريقة ام في حد ادله وانا اعتقد ان محتاجه تحقيق كبير لان انا ارى ان الموضوع شاب مش بالذكاء ده شاب فاشل بهذا الشكل مش معقول يخطط بهذه الطريقه يعني ممكن ممكن يعملها اه بس ممكن يكون في حد ورا وده يحتاج لتاين. طب هو ايه هو, هو الراجل ده طب ليه اتحرك كده دي جريمه كراهيه دينيه جريمه كراهيه دينيه جريمه كراهيه دينيه لان هذا الشاب واضح طبعا ان حد غسل مخه وقال له انك انت هتروح للحور العين، يعني هذا الشاب لو مش عارف انه هيموت شهيد ويروح ينام مع حور العين ما كانش عمل العمليه دي، يعني هو مش عاملها لاي دوافع الا دوافع الكراهيه الدينيه، هو ما حضرش حروب ما يعرفش حروب ما يعرفش حاجه، في دافع واحد هنا هو الكراهيه الدينيه، واسرائيل قالت ان ده كراهيه دينيه، مش عشان لقى مصحف في في شنطته أغلب المصريين معاهم مصاحف واناجيل ده مش, مش هي ده الموضوع، الموضوع ان ايه الدوافع الاساسيه؟ الدوافع الاساسيه هي الكراهيه الدينيه، مش معقول ده دي عمليه انتحاريه، لان هذا الشاب عمليه انتحاريه، هذا الشاب بيعرف انه بعد ما يقتل إسرائيل هيتقتل، هيقتلوه، يعني دي عمليه انتحاريه مدبره، طب هينتحر ليه؟ هينتحر هذا الشاب ليه؟ ان لم يكن هناك دوافع دينيه وان هناك متصور نفسه انه شهيد، متصور نفسه انه هينام مع ستات حلوه في الجنه وياكل ويشرب وهو اصلا خارج من بيئه بائسه اقتصاديا ومن مستوى اجتماعي بائس ومن مستوى مستوى تعليمي بائس، فكل شيء بائس في حياته، فعاوز يروح ينتحر ويقتل ويروح الجنه. دي جريمه ارهابيه، طبعا جريمه ارهابيه لانه عمل ارهابي، عمل ارهابي راح قتل ناس بدون سبب. جريمة غير مبررة جريمة غير مبررة ايه التبرير فيها رايح يقتلهم ليه ان لم يكن هناك دوافع دينية ودوافع الكراهية وممتلئ قلبه بالكراهية تجاه الناس دي رايح يقتلهم ليه يعني مفيش جريمة جبانة الناس بقى بتتصور ان ده شجاع شجاع ايه واحد راح عدى الحدود وقتل ناس مسترخيين ايه الشجاعة في كده ايه الشجاعة في كده وهم متوقعين ان الجبهة المصرية الاسرائيلية امنة وهادئة وبالتالي مسترخيين من الناحية دي بيبصوا على الفلسطينيين اللي ممكن يجي يقتلوهم مش بيبصوا على الناحية المصرية يبقى ايه الشجاعة في انك تروح تلاقي ناس قاعد في مسترخيين تروح قتلهم وهم في حالة غدر ايه الشجاعة في دي طبعا هي ما فيهاش اي شيء لا من الشجاعة ولا من البطولة ما هيقول ده عشان تعرفوا المشكله الاساسيه بقى ان هو هذا الشاب ذئب منفرد ام وراه مجموعه في حاجه اسمها ذئب منفرد ذئب منفرد يعني حصل له غسيل مخ طبعا اغلبه غسيل مخ ديني في الذئاب المنفرده في العمليات الاسلاميه طبعا 99.9 فيها غسيل مخ ديني فبالتالي هل هذا ذئب منفرد حصل له غسيل مخ ديني ام وراه حد خطط له وقال له و و و وشجعه و و و وتشاور معه سواء مع مجموعه اشخاص او مع شخص او مع آآ آآ تنظيم ما ده اللي محتاجه الى تحقيق واسع عشان يعرفوا ايه اللي وراء هذا ال 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 الشخص بعد ما حصلت ال الحادثه دي طلعت رواية إسرائيلية ورواية مصرية الرواية المصرية طبعا مهترئة وكاذبة وكاذبة جدا طلع المتحدث العسكري ببيان أنه هو كان بيطارد مهربين مخدرات عشان يعملوا منه بطل يعني وإن مش بس يعملوا منه بطل ان هو يعني له ما يبرره يعني برروا الجريمة وعملوا منه بطل ان هو بيقوم بالواجب الوطني في مطاردة المز... وانه هو ما كانش يقصد يقتل الاسرائيليين يعني عملوا البيان العسكري ده يعني كان عاوز يعمل ثلاث حاجات ان هو بطل قام بدوره الوطني ان هو جريمه مبرره لانه كان بيطرد تجار المخدرات انه قتل, قتل الاسرائيليين لم يكن مقصودا طبعا هذا كله كذب طبعا كله كذب وطلع اللواء سمير فرج واللواء سمير فرج ده بيمثل تقريبا المحلل العسكري اللي بيسموه محلل استراتيجي ابرز في وهو كان القائد بتاع الرئيس السيسي ايام ما كانوا في بدايه خدمتهم العسكريه وبالتالي طلع الراجل ده وزعوه على كذا محطه فضائيه عشان يقول نفس الكلام انه كان بيطارد مهربين مخدرات وان هو بطل شهيد وان قال نحن سعداء باللي حصل سعداء بالجندي سعداء بالجندي وقال حاجات اكتر من كده الشهيد شوف اللي قالوا عشان يعني مش بس روايه مهترئه روايه مهترق كلام مهترئ كلام مهترئ ما يقولوش واحد ضابط برتبة ملازم مش كان لواء الشهيد الجندي محمد صلاح اثبت ان الجيش الاسرائيلي لا يساوي شيئا ازاي اثبت ان الجيش الاسرائيلي لا يساوي شيئا طبعا ممكن يحصل تحقيقات اسرائيل وفي طبعا في خلل امني وطبعا في لازم يحصل فيها تحقيق من اسرائيل واكيد هيحققوا في التقصير الامني وفي عدم اليقظه من الجنود ده ممكن طبعا يحصل بس ان اللي عمله محمد صلاح اثبت ان الجيش الاسرائيلي لا يساوي شيئا يعني واحد كلام معتيه وبيقول ايه ان الحزن في اسرائيل يشبه الحزن اللي حصل في يوم 6 اكتوبر سنه 1973 ويشبه صرخات جولد مائير في 9 اكتوبر سنه 1973 شوفوا شوفوا حجم المبالغه والاهتراء والاهتراء ويجذب اكتر اللي هو سمير فرج في هذا الروايات المهترئه وبيقول اكتر من كده بيقول إني إحنا بنقول المعلومات لأن الجانب الإسرائيلي ما عندوش معلومات، الجانب الإسرائيلي اللي قتل الولد وطلع بياناته ونشر كل الرواية وعنده الكاميرات وعنده كل شيء ما عندوش معلومات وسيادته بيقول هذه المعلومات المهترئة هذه المعلومات يعني ده يعني هذه الرواية المشكلة بقى إن وكمان وكمان الأخ سمير فرج بيقول طب فين طبعا المهربين؟ فين الكاميرات اللي بينت مهربين؟ فين كده سواء عندكم او عندهم؟ مفيش طبعا حاجات زي كده. طب فين المهربين دول؟ قتلوهم الاسرائيليين ودفنوهم سرا. هل هذا هو وبيطلع على الفضائيات وبيتكلم هذا الكلام المهترق؟ وانا سمعته بيحلل برضه لاوكرانيا كلام مهترئ. مهترئ كده كله تبرير لروسيا وكله ان اوكرانيا لو انا استمعت لسمير فرج من ساعه من بدأت حرب اوكرانيا كانت اوكرانيا دي انتهت وانضمت لروسيا من زمان وكان النظام اتقلب وكانت روسيا هزمت امريكا وكان كل كلامه في هذا القبيل، للاسف الشديد هذا ها اللي بيعتبروه نواره المحللين العسكريين في مصر، ده نواره المحللين العسكريين في مصر بيقول هذه الاكاذيب المهترئه، فما بال بقى الاسوأ منه كتير وده يعكس كمان حاله حاله الجيش المصري وحاله الثقافه العسكريه الحقيقيه عند القاده العسكريين المصريين كل ما بيطلع قائد عسكري مصري يتكلم في التلفزيونات بنشوف مدى الانحدار الذي وصلت اليه الفكر الاستراتيجي العسكري في مصر والخبره العسكريه مش بتوع 73 دول لا دول مش بتوع 73 بتوع 73 كانوا قاده محترفين فعلا وبعد كده حصل اهتراء في كل شيء ده اللي عمله سمير فرج هو ده حاجه ضمن هستيريا جماعيه في مصر لتمجيد هذا الولد هستيريا جماعيه ما شفتهاش قبل كده لتمجيد هذا الولد المجرم الارهابي القاتل هذا الولد المجرم عملوه منه عملوا هاشتاجات لا اول لها ولا اخر الجندي البطل البطل الشهيد فخر العرب وركبوه على حصان وماسك سيف وده فخر العرب وركبوه على اغاني وطنيه كتيره بقى وتسلم يا جيش بلادي واغاني عبد الحليم الوطنيه وحطوا عليها الولد ده وعملوا منه هذا البطل هذا البطل ال الوهمي طبعا علشان ي يوزعوا هذا الموضوع وطبعا زي احمد موسى وعمر اديب نحتسبه شهيدا بطلا مش عارف ايه كله ده وصل طبعا ال, ال هذه الاستيريا ما خلتش حد لا يساريين ولا ليبراليين اللي بيسموا نفسهم ليبراليين كله مزيف في مصر كله مزيف في مصر كله مزيف انا دارس الحاله المصريه دراسه دقيقه كل شيء مزيف في مصر اللي بيسموا نفسهم ليبراليين اغلبهم مزيفين واللي بيسموا نفسهم مش عارف ايه الزيف كله والقوميين والناصريين والاسلاميين والنظام والاعلام والهبل كله ده كل هذه المعزوفه في تمجيد هذا الولد شملت الجماهير لدرجه حزب معارض زي حزب الدستور بتأمل اللي اسمها جميله اسماعيل تبقى تبقى رئيسة مصر ولا تمثل مصر ولا تمثل المعارضه في مصر ولا تمثل الاصلاح في مصر طلعت بيان في نعي الشهيد البطل حزب الدستور محمد صلاح ده وصلت الى علاء مبارك علاء مبارك وصل الى علاء مبارك علاء مبارك اللي هو ابوه احنا عارفين كان موقفه ايه؟ علاء مبارك اتكلم آه على انه شهيد بطل محمد صلاح عمل تويت على انه شهيد بطل محمد صلاح شهيد بطل وصلت الى شخصيه ليبراليه زي الدكتور اسامه الغزل الحرب بنفتخر بشهيدنا البطل محمد صلاح كتب في جريده الاهرام مقال بيفتخر بالشهيد البطل محمد صلاح وصل الامر بقى الى اكثر من هذا في برنامج آه بتزيعه قناه العربي اسمه جو شو جوشو ده طبعا هذا الولد بيشتغل مع قطر وبيشتغل رئيسه اللي معينه عزم بشارة هو اسرائيل الجنسية من اصول فلسطينية يعني هارب من اسرائيل هذا الولد اللي اسمه جوشو طلع في البرنامج بتاعه يرقص طول الفقرة بتاعة اللي بتكلم عن محمد صلاح بيرقص ويوزع شربات بيوزع شربات عشان الناس اللي قالوا ان الناس فرحوا ب 11 سبتمبر اهو قدامنا على تلفزيون بيشاهدوا الملايين يرقص هو والمعدين معاه والمشاركين في البرنامج يرقصون طربا وفرحا بالعمل محمد صلاح وبجريمه محمد صلاح بل ويقول ان العربي يولد وفي حمضه النووي كراهيه اسرائيل بيقول كده ان العربي بيتولد وفي الحمض النووي بتاعه كراهيه اسرائيل يعني آه يعني ده, 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 ده طبعا هذه آه وعلى فكره هذا الولد اللي اسمه جو ده لو بيشتغل في قناه تبع الامارات او قناه تبع السعوديه ما كان يجرؤ ما كان يجرؤ ان يقول كلمه آه تمجيد في هذا القاتل محمد صلاح ما كانش يجرؤ لو بيشتغل في, في 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 اجواء فلسطينيه واجواء متطرفه فهو بيعمل كده بيعمل وده برضو يقول لنا المثقفين المصريين المثقفين المصريين اللي بيدعوا ان مثقفين واغلبهم مرتزقه من الامارات ومن السعوديه حد فيهم بينتقد السعوديه على التطورات الرهيبه فيما يتعلق بعلاقتها باسرائيل حد فيهم بينتقد الامارات على التطورات الرهيبه لان اغلبهم بيظهر في التلفزيونات السعوديه بيرتزقوا ما يقدروش بيشتموا دولتهم اللي عامله سلام اساسا اللي عامله سلام وخدت ارضها بيزايدوا على دولتهم اللي خدت ارضها كلها عبر معاهده السلام ولا يستطيعوا أن ينطقوا على محمد بن سلمان حتى كمان في في الإصلاح الديني بيزايدوا بي بالإسلام لدولتهم ما يقدروش ينتقدوا محمد بن سلمان اللي بيعمل قفزة فيما يتعلق بتجاهل التراث الديني. هذا هو الحالة المصرية حالة نفاق حالة نفاق. ده يقودنا إلى سؤال مهم ماذا يريد المصريين من إسرائيل؟ ماذا ما ما اخذ المصريين على معاهده السلام المصريه الاسرائيليه التي وقعت سنه 1979 وكانت فتحه خير على مصر. من خلالها استردت مصر كل اراضيها، كل شبر من اراضيها وكان شبه مستحيل ان تسترد مصر اراضيها بالحرب. احنا عرفنا ان الجيش المصري من سنه 1850 من ايام سعيد باشا لحد سنه 2023 لم يدخل حربا وانتصر فيها الا حرب سنه 73 نصف انتصار نصف هزيمة هذه هو الواقع الجيش المصري لم يدخل حربا وينتصر فيها على مدى 200 سنة على مدى 200 سنة وبالتالي من شبه المستحيل أن الجيش المصري كان سيستعيد سيناء كلها وهي تقريبا ربع مساحة مصر بالحرب لأنه عمل يدوب عدة كيلومترات في سيناء ودخل الجيش الإسرائيلي حصر الجيش الثالث في صغرة الدرفسوار فبالتالي وكان شارون على وشك يقطع طريق القاهره السويس. السويس ويوصل للقاهره ويحتل مدينه السويس فبالتالي الحرب الوحيده اللي حصل فيها تحريك للامور انتصار في البدايه للمصريين ثم تعادل في النهايه هذه الحرب الوحيدة لا يمكن كانت تسترد مصر سيناء كاملة الكلام بقى عن الجيش المصري وترتيب الجيش المصري وكلام الجيش المصري كله كلام فارغ كله كلام فارغ لم تختبر الجيوش في الحروب الاختبار يكون في الحروب الحقيقية حتى أثيوبيا أيام إسماعيل وسعيد هزمت مصر وبالتالي إيه ما أخذكم أنتوا استرديتوا كل شيء بالسلام ده أول حاجة استرديتوا كل أرضكم بالسلام ثانيا طاقة الحرب ومصاريف الحرب وأرواح الحرب كلها خلاص اتوفرت الحرب خراب اقتصادي وخراب في النفوس ده توفر ثالثا خدت معونات دولية عشان السلام مع اسرائيل لم يسبق أنا عملت وقلت أن بالقيمة الحالية ما أخذته مصر من الولايات المتحدة بس يزيد عن 250 مليار دولار بالقيمة الحالية present فاليو اللي خدته مصر من سنه 79 2.1 2.1 من عشرة مليار دولار معونات حتى هذه اللحظه بتاخد مليار و300 مليون معونات عسكريه بالاضافه الى حوالي 200 مليون معونات اقتصاديه كل ده من سنه 79 اللي خدته مصر اللي بقيمته التراكميه بفوائده يزيد عن 250 مليار دولار ده نتيجه معاهده السلام يعني معاهده السلام كانت فتحه خير على مصر وفرت كل شيء في مصر طب ليه انتوا انتوا ليه انتوا ليه عاوزين عاوزين ايه بيقول اصل كده ال المعاهده دي منعتنا من الحرب روحوا حربوا لو تقدروا تحاربوا روحوا حربوا الغوا معاهده السلام وروحوا حربوا لو تقدروا تحاربوا فعلا وترجعوا لعصر الخراب روحوا حربوا لو معاهده السلام منعتكم من الحرب الغوها وروحوا حربوا ده اول حاجه اول مأخذ. المأخذ الثاني على معاهده السلام اللي بيقوله المصريين بيقول لك اصل آه يعني هي سينا مش مسلحه تسليح طب وتسلح سينا تسليح كامل ليه؟ عدم تسليح المنطقة ب و من سيناء هي معناه منع الحرب منع الحرب، إسرائيل عاوزة تتأكد من منع الحرب، اسرائيل عاوزه تتاكد من ان الجيش المصري مش هيهاجمها من سيناء فعملت هذه المناطق معزوله ولما مصر بعد آآ بعد آآ آآ 2013 وحصلت ارهاب في سيناء وطلبت زياده القوات اسرائيل استجابت لان المساله مش مساله ان ان دي عاوزه تفرغ سيناء من 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 قوات امنيه عشان تخلي سيناء عرضه للارهاب لا هي عاوزه تمنع حرب يبقى بالتالي الـ الـ هذه الكذب عن موضوع الـ الـ المنطقه ب ومنطقه ج هو جزء من المعاهده لمنع الحرب لان اللي وقعت عليها امريكا واسرائيل امريكا ضامن انها دي عاوزين يمنعوا الحرب عاوزين تبقى قالوا زي ما السادات اخر الحروب المصريه الاسرائيليه زي ما قال السادات من 44 سنه وكان عنده رؤيه رؤيه خط يعني بصيرة للمستقبل فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية هذا ما قاله سلام يبقى ده إذا كانت بتكلموا عن سيناء دي هذه كذبة عدم تسليح سيناء هذه كذبة لأن دي أساسا لمنع الحرب وليس لإزلال المصريين نمرة الثلاثة يقولك لك سيبونا نكر إسرائيل سيبونا نكر إسرائيل عشان دولة محتلة سيبونا نكر إسرائيل ونروج للكراهية والكراهية بينتج عنها زي ما قال عاموس يالدين رجل المخابرات العسكريه الاسرائيل السلام ما فيش سلام حصل هذه الحوادث ستتكرر بين مصر واسرائيل لانه لم يحدث سلاما حقيقيا بين مصر واسرائيل ما حصلش سلام طب بتسيبونا نكر اسرائيل طب ما ابرس التركيه محتله تلت أوبرس طب ليه ما بتتكلموش عن ابرس المحتله الامارات إيران محتلة جزر الإماراتية، ليه ما بتتكلموش عن إيران واحتلالها لجزر الإمارات؟ ليه ما بتتكلموش عن إيران اللي هي عمليًا محتلة عواصم أربع دول عربية زي ما بيقولوا في إيران، في سوريا ولبنان واليمن والعراق، ليه ما بتتكلموش، ما بتتكلموش عن، ما بتتكلموش عن ال ال اه, طيب نتكلم عن اخواتنا اخواتنا الجزء الاخر دول اخواتنا في الاسلام طب اخواتك في الاسلام في... ليه ما بتتكلموش عن الايجور في الصين اللي بيذلوهم وعملوهم زي قرود التجارب في الصين اذلوا المسلمين الايجور في الصين ومحدش فاتح بقه محدش فاتح بقه ليه ما بتتكلموش عن الصدمات والقتل المسلمين في ميانمار ليه ما بتتكلموش عن ميانمار ليه ما بتتكلموش عن الايجور في الصين ليه ما بتتكلموش عن المستبدين المسلمين اللي بيقتلوا كل يوم في الدول الاسلاميه بالمئات وربما بالالاف كل يوم لو أنتوا فعلا عاوزين تتعاطفوا مع اخوتكم المسلمين يبقى هي ليس لها علاقه بالتعاطف مع الاحتلال مش الاحتلال اللي هي مش هي المتاع. ليس لها علاقه بان معاهده كامب ديفيد مع معاهده مشوهه هم المشوهين هي اللي عقولهم مشوهه اساسا ليس لها علاقه بالتعاطف مع اخواتنا المسلمين لان اخواتكم المسلمين في الهند في الهند بيتقتلوا في ميانمار ميانمار بيتقتلوا في الايجور بيتقتلوا في المستبدين بيقتلوا اخواتكم المسلمين كل يوم آآ آآ يبقى في اسباب تانية، هنشرح ايه هي الاسباب لهذه الكراهيه يبقى الكراهيه لاسرائيل لدي فيها اسباب تاني تختلف عن كل هذا الطروحات اللي بيطرحوها ده بيقودنا الى مفهوم اخر هو طلعوه في مصر هو السلام البارد يعني تعمل سلام يعني هو وقف الحرب مفهوم السلام البارد في تعريفي انا الشخصي هو وقف الحرب وتاجيج الكراهيه ليه السلام البارد ده في مصر هو انك تأجج الكراهيه ضد اسرائيل تسيب الناس تنفس في اسرائيل تشتم في اسرائيل تعلي تون الكراهيه ضد اسرائيل الى اعلى مستوى ومجرد تمنع الحرب تمنع الحرب بس تمنع وتمنع التطبيع منع الحرب ومنع التطبيع طب منع التطبيع ليه رغم ان السلام هو العلاقات الطبيعيه بين البشر منع التطبيع ليه اه منع التطبيع ده هو نتيجه العقليه المصريه في رؤيتها لاسرائيل اساسا هو اللي بيفسر لنا الكراهيه هو اللي بيفسر لنا مثل هذه الحوادث هو اللي بيفسر كلام عموس يلدين انها تتكرر هذه الحوادث لان مفيش سلام حقيقي بين مصر واسرائيل في استفتاء لمعهد واشنطن نشوف استفتاء معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط في واشنطن قال ان 82% من المصريين لديهم موقف سلبي من السلام يعني 82% من اسرا من المصريين يرون السلام ضار بهم، ضار ازاي؟ معرفش. ضار ازاي؟ يرون معاهده السلام المصريه الاسرائيليه ضاره بيهم، ضاره ازاي؟ معرفش، انا انا آآ... لسه مفند اعتراضاتهم على معاهده السلام المصريه الاسرائيليه، طب هم ضار 14% فقط من المصريين يرون ان السلام شيء ايجابي، و82 و يرون أن السلام شيء سلبي، هذا شيء خطير. وفقا لمركز بيو 80% من المصريين يرون أن وجود إسرائيل ذاته سيمنع الحل العادل للقضية الفلسطينية. طب ازاي بقى؟ ليه؟ ليه بيمنع الحل العادل؟ لأنهم شايفين إسرائيل فلسطين ما يرونها من البحر إلى النهر. هم شايفين أن الحل العادل للقضية الإسرائيلية القضيه الفلسطينيه هو القضاء على اسرائيل هذا ما يراه المصريون هذا هو هذا هو معنى هذا الاستفتاء انهم يرون ان وجود اسرائيل عائق امام تحقيق قضية حل عادل للقضيه الفلسطينيه هذا هو هذا هو الواقع ها الواقع أنهم عاوزين يزيلوا سر الواقع أنهم بيؤمنوا بأن لازم كل يهودي سيقتل وأن كل يهودي سيقتل وأن كل حجر وكل شجر وراءه يهودي س... الحديث اللي هم بيؤمنوا بإيمان يقيني ومتيقنين أنه سيحدث يوما ما لدرجة أن حافظ المرازي اللي جمع هذه الإحصائيات في مقالة في المنصة في جريدة المنصة في مصر بيقول يقول حافظ المرازي تقر الدراسات ترى أن أعلى معدل كراهية لإسرائيل في الدول العربية في مصر أعلى معدل كراهية لإسرائيل بين كل الدول العربية موجود في مصر يا للمفارقة الذين استردوا كل ارضهم بالسلام، يكرهون السلام، يكرهون معاهده السلام، يعادون اسرائيل اكثر من اي دوله عربيه اخرى. ويدعي حافظ الميرازي، طبعا ادعاء طبعا، ان الديمقراطيه في الدول العربيه رعبا لاسرائيل، وان الربيع العربي كان رعبا لاسرائيل، ما قالناش رعب ازاي وما اثبتناش ان رعب ازاي وما قالناش اي حاجه عن الرعب، الرعب. شوف كلمة رعب دي اللي ذكرها حافظ الميرازي الصحفي المصري حافظ الميرازي الرعب ده يعني كلام طبعا ينبع من العاطفة العاطفة الدينية أساسا هو نفس ال... نفس موجة العقل العربي والمصري تجاه إسرائيل هذا يقودنا إلى السؤال الرئيسي في هذه الحلقة ما هي أسباب هذا العداء المصري والعربي الإسرائيلي؟ ما هي أسباب هذا الهياج المصري تجاه إسرائيل ليه ليه هذا الهياج اللي بيحصل في مصر تجاه ليه هذه حالة الهستيريا في العداء الإسرائيلي طبعا نمرة واحد نمرة واحد الكراهية الدينية هم مأمورين بكراهية اليهود في دينهم في تراثهم الديني هذا ممكن عشان علشان نذكر لكم كل ما جاء في التراث الديني عن اليهود وعن النصارى لو نذكر لكم دعاوى الساعات الكل اي انسان منصف يعلم ان هناك امرا بكراهيه اليهود بكراهيه اليهود شوفوا الهستيريا كمان الاقل حجما طبعا ولكن هستيريا ايضا تجاه الراجل اللي اكلته سمكه القرش في, في 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 الغردقه بيقول لك اه طلع من اولاد العم طلع اسرائيلي طلع يهودي يهودي هو مش اسرائيلي هو يهودي طلع يهودي يبقى الكراهيه لليهود لليهود كلهم مش للإسرائيليين وليست مرتبطة بنشأة دولة إسرائيل هي مرتبطة بنشأة الإسلام وبرسالته تجاه دولة إسرائيل اليهود رسالته تجاه اليهود رسالة الكراهية لليهود انتقلت عبر العصور ووصلت إلى القرن الحادي والعشرين هذا هو السبب الرئيسي الرئيسي لهستيرية كراهية إسرائيل في مصر وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية ولا يوجد سبب أقوى من هذا ما فيش سبب اقوى من ده السبب الثاني بالنسبه للمصريين الكيد للنظام كل واحد معارض عاوز يزايد على النظام المصري عاوز يقول ان النظام المصري مستسلم لاسرائيل احنا شفنا الكذبه كذبه كتبها الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في المصر اليوم وقال ان عموس يالدين رئيس مخابرات قطاع الجو العسكريه الاسرائيليه بيقول ان مبارك كنز استراتيجي لاسرائيل طبعا عموس الدين عايش لحد دلوقتي مات محمد حسن هيكل بس الكذبه راجت في مصر عشان كانوا عاوزين يعملوا حمله ضد مبارك فعملوا هذه الكذبه عموس الدين موجود وتاكدت انه ما قالش الكلام ده وطبعا هو قال ما قالش الكلام ده قلت مين اللي قال الكلام ده انا ما قلتش هو رئيس مخابرات سلاح الجو الاسرائيلي هيطلع يتكلم عن رئيس مصري ويقول كنز استراتيجي هو غبي لمؤاخذه للدرجه دي هو ايه تفكروه سمير فرج ولا ايه ده مش سامي فرج ده واحد بيفهم واحد واحد حرفي تفكرين المحللين العسكريين اللي بيقولوا اي كلام المصريين اللي بيقولوا اي كلام لا ما بيقولوش لان ده راجل راجل محنك رئيس مخابرات مش هيطلع يقول الكلام اللي اهبل ده طبعا هذه الكذبه انتشرت في اواخر ايام عهد مبارك كانت جزء من حمله تحريض ضد مبارك نفس الكلام التون بتاع المعارضة من اليساريين للقوميين للإسلاميين الإسلاميين بقى وصلوا للمعارضة رغم أن الجيش المصري وأن الدولة المصرية تناولت هذا الموضوع كما قلت بالكذب وباللغة المزدوجة يعني راحوا مع الإسرائيليين قالوا حاجة تاني بعتوا وفد رفيع المستوى بعتوا رئيس المخابرات المصرية تعهدوا بتأمين حراسة أكتر تعهدوا بأن الذخيرة هتكون أقل تعهدوا أنه هيراجعوا خلفيات أي مجند يوصل للمنطقة دي تعهدوا بوضع كاميرات أكتر تعهدوا بأنهم يدفعوا تعويضات كما ذكر، فبالتالي تعهدوا بكل شيء أمام إسرائيل، تعهدوا بعمل تحقيق في الموضوع، تعهدوا بكل شيء مع إسرائيل، وعملوا رسالة تانية مختلفة للمصريين، ده الم... ومع هذا ومع هذا رغم أن هذا الكلام البائس، الرواية المهترئة، التي قالها المتحدث العسكري والدولة المصرية عن هذا المجند محمد صلاح، ومع هذا بيزيدوا عليه بيزايدوا عليه بيقولوا لازم كنتوا تعملوا بطل وتعملوا جنازة شعبية والإسلاميين رفعوا التون إلى أقصى درجة الإسلاميون رفعوا التون ضد النظام المصري في مسألة محمد صلاح إلى أقصى درجة وأثبتوا أنهم وحوش بشرية رغم أن رئيسهم رئيسهم اللي اسمه محمد مرسي محمد مرسي كان له كان له آآ فيديو شهير ترجم بالانجليزيه ترجمته مؤسسه ميمري ونشرته ايام ما كان محمد مرسي في السلطه ان بيتكلم بيقول ان اليهود احفاد القرده والخنازير وبيقول الحديث ان احنا هنقتل كل يهودي هذا اللي قاله محمد مرسي قبل ان يكون رئيسا وعندما بدا رئيس طبعا قبل معاهده السلام طبعا اساسي قبلها اساسيا مع كل الناس قبلها وقر انه قابل معاهدة السلام بل وبعت عزيزي شيمون بيريز الرساله الشهيره وبالتالي هتزيدوا على مين إنتوا هتزيدوا ارائسكو ده اللي كان إسلامي ما كانش يقدر يعمل أكتر من كده وبالتالي ارائسكو الإسلامي لا يمكن كان عمل جنازة عسكرية لهذا المجند لا يمكن كان احتفى بيه يعني اللي عمله نظام السيسي ما كانش هو أعلى سقف ممكن يعمله عشان الالتزامات الدولية والشكل الدولي للدولة المصرية سواء واحد اسلامي سواء احد قومي عروبي سواء احد ليبرالي سواء احد عفريت ازرق ما كانش هيعمل اكتر من اللي عمله بيكيدوا بالنظام هم عاوزين يرفعوا التون زي ما رفعوه ضد مبارك عشان و... واستخدموا ادوات كتيره فيها كذب وانا طبعا كنت ضد مبارك وضد حاجاته كلها يعني ده مش مش تأييد لمبارك كان عصر اسود والعصور كلها سودة العصور دي كلها سودة يعني من سنة 52 مصر بتتنقل من عصر اسود لعصر اسود ولكن انا بقول لكم على تكتيكات المعارضه بما فيها زي المعارضه القوميه الناصريه المعارضين اللي في الخارج الهبل كله كلهم زايدوا على النظام رغم ما فعله النظام ها؟ كلهم زايدوا على النظام في مساله محمد صلاح دي الكيد بالنظام هم كلهم عاوزين يزايدوا علشان يظهروا ان النظام عميل لاسرائيل وعميل لامريكا هذا كذب لا نظام لا عميل لاسرائيل ولا عميل لامريكا ولا نظ... والنظام السيسي اكثر استقلالا من نظام مبارك ونظام مبارك ما كانش عميل لا لامريكا ولاسرائيل كان بيحاول يعمل توازنات فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه بل ان نظام مبارك اكثر من استفادة من قضيه فلسطين كان السمسار الرئيسي ما بيتكلمش في الدنيا كلها الا على قضيه فلسطين بالتالي هو نوع من الكيد والمزايده واضعاف النظام فيما يتعلق بهذا الموضوع كمان تنفيس الكراهيه والغضب دي بقى اداه الانظمه من عهد مبارك من عهد مبارك آه يعني مبارك انشا هذه الاداه آه 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 ان علشان الغضب بتاع الناس ما يجيش ليا ولنظامي خلوه ينفذ في اسرائيل وامريكا والغرب والاقباط واقباط المهجر ومش عارف هذا اللي عمله مبارك ومستمر فيه في عهد السيسي مستمرين في تنفيذ الكراهيه في اسرائيل وفي الغرب وفي امريكا ليل مع نهار ما هي دي بطوله مجانيه يروحوا يعملوا بقى ضد اسرائيل ضد امريكا لان دول حاجات بعيده عن النظام فبالتالي بطوله مجانيه الرسالة من ايام مبارك عاوزين تكرهوا حد عاوزين تغضبوا اغضبوا على امريكا اغضبوا على اسرائيل اغضبوا على الاقباط اغضبوا على اقباط المجر هذا الكلام موقف الجيش المصري كمان الجيش المصري من احد الحاجات اللي, اللي ما تغيرتش منذ 52 هو العقيده والعدو العقيدة القتالية من 52 العقيدة القتالية للجيش المصري هي الإسلام الإسلام الدكتور، العقيدة القتالية هي الإسلام العدو هو إسرائيل العدو هو إسرائيل مش خدتوا كل أرضكم مش في أعداء تاني ظهرت مش في أعداء ظهرت لمصر تاني كتيرة هي العدو هو إسرائيل الجبهة المؤمنة من سنة 1979 وما حصلش منها مشاكل والمشاكل اللي حصلت لكم من الـ من الـ الـ من الانفاق اللي انتوا كنتوا عاملها عمر سليمان عشان يهرب اسلحه لبتوع حماس جت لكم ارتدت عليكم قفلتوها بعد ما اضرتكم، لكن اسرائيل نفسها ما اضرتكوش من سنه 1979، الجبهه المؤمنه وكل مخاطر حواليكم تدعوا ان ان ان, إن اسرائيل هي العدو جي... ليه؟ اسرائيل هو العدو دوروا على عدو العدو هو الفساد العدو هو الاستبداد العدو هو الجهل العدو هو هو الفساد اللي بيبلع كل مقاومات مصر العدو هو اللي بيحصل في مصر ان الفساد بيبتلع التنميه مفيش حد الناس جهله المستشفيات كله 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 في حاله ضياع حاله ضياع كامل لدوله وبعدين تركزوا على ان عدو اسرائيل والعقيده القتاليه هي الاسلام هل 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 دي يصلح لجيش حديث في العصر الحديث البطولات المجانيه طبعا كل اللي ب... يعني انا شفت بطولات مجانيه كل واحد طبعا عامل بطل يعمل بطل على اسرائيل لا ما فيهاش تكلفه بطل على اسرائيل على امريكا على الاقباط على مجد خليل طيب مش كميه الشتائم اللي بتشتمها علشان ان انا بتكلم كلام منطقي عقلاني فيما يتعلق بالمساله العربيه والمصريه بتكلم من... كلام منطقي عقلاني بس ليس اكثر من هذا في في كل هذا الموضوع بيشتمونا شتايم لا اول لها ولا لا اخر لان بطولات مجانيه بطولات مجانيه. المزايدات من احد الاسباب المزايدات مش بس تفريغ الغضب في اسرائيل وفي امريكا وفي الغرب المزايدات النظام بيزايد بالدين وبيزايد بموضوع اسرائيل بيزايدوا بيزايدوا في مزايدات وهذه المزايدات تنشا كراهيه والكراهيه تنشا عنفا طبعا الكراهيه تنشئ عنفا نتيجه الكراهيه هي عنف بالتاكيد. المتاجره بما يسمى قضيه فلسطين المتاجره كل فاسد كل مستبد كل كل واحد عاوز يعمل بطل كل واحد عنده فساد مالي او اخلاقي او عاوز يعمل بطوله كل ده بيتاجروا بقضية فلسطين، بيتاجروا بما تسمى قضية، والفلسطينيين بيتاجروا بقضيتهم طبعا، والعرب بيتاجروا بقضيتهم، والنظام السوري بيتاجر، وإيران بيتاجر بالقدس وكله، وحزب الله بيتاجر بفلسطين. كل من يريد أن يتاجر سياسيا أو يتاجر ماليا، أو يخفي فساده، أو يخفي استبداده، أو 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 يتاجر بهذه القضية التي تسمى قضية فلسطين. أنا هختتم بعبارة واضحة. سأختتم بعبارة واضحة الكراهية الدينية لإسرائيل في مصر تعميهم عن الحسابات المنطقية. الكراهية الدينية لإسرائيل في مصر تعميهم عن المصالح الحقيقية لمصر وتن... وتجعلهم ينظرون إلى السلام على أنه تقية إسلامية لأنهم ضعفاء مع إيمان يقيني بهزيمة ومحو إسرائيل في المستقبل هذا هو المشكلة الأساسية في مصر تلك هي المشكلة الحقيقية شخص زي بقى بيفكر بشكل عقلاني مش عاوز أقبل الرواية الإسلامية مش عاوي. انا لا لعمري عمري ما اشتغلت في مؤسسه يهوديه ولا عمري كان رئيس يهودي ولا عمري زرت اسرائيل ولا عمري عملت اي اي ولا استف... كل كلامي عن القضي... عن السلام بين مصر واسرائيل خساير بالنسبه لي بيجيب لي لعنات وبيجيب لي حجب من الناس والفضائيات وال يعني خسائر لا حصر لها فيما يتعلق بإن انا بتبنى موقف عقلاني فيما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. لا عاوزيني اقبل الروايه الاسلاميه، عاوزيني ابقى مسلم تقريبا، عاوزيني اومن ان ان عاوزيني اومن بكراهيه اسرائيل، عاوزيني اومن بكراهيه اليهود، لو ما اومنتش بكراهيه اسرائيل وبكراهيه اليهود فانا عدو لهذه الثقافه المنحطه العدوانيه، هم عاوزين كده لا كل شيء، يعني كمان النقطه الثانيه يعني اللي انا عاوز اوضحها ان انا إيماني بالسلام بين مصر وإسرائيل هذا إيمان قديم لما كنت في مصر لما كنت في مصر أنا كنت في مجموعة كوبنهاجن اللي كان بيرأسها الصحفي لطفي الخولي ومجموعة كوبنهاجن كانت تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل يعني أنا بدعو إلى التطبيع مع إسرائيل منذ أن كنت في مصر وأنا أزعم أن أقوى مقالة أجرأ مقالة اتكتبت في مصر عن التطبيع بين مصر وإسرائيل كتبتها أنا في جريدة الأهرام طبعا بدو أخضر من الدولة اللي دهت أديته اللطف الخولي في صفحة لطف الخولي كان اسمها صفحة الحوار القومي كتبت مقالة في أبريل 1997 اسمها التطبيع مع إسرائيل خطوة تأخرت كثيرا يعني أنا إيماني بالسلام وإيماني بالتطبيع مع إسرائيل وإيماني بالمصالح القومية الحقيقية هذا موجود منذ أن كنت في مصر مش عشان رحت أمريكا بعد ما رحت أمريكا طبعا بتكلم في هذا الموضوع بكل وضوح وبكل وبمنابر أوسع طبعا لكن قناعاتي لا يوجد أحد ورايا ولا خساير علاقتي بالملف السلام بين مصر وإسرائيل سبب لي خسائر كثيرة ولم يسبب لي ولا مكسب في حياتي سوى الخسارة ومع هذا أنا سأستمر لأن أؤمن بهذا أؤمن بالكلام العقلاني هم عاوزيني أتبنى الرؤية الإسلامية في كراهية إسرائيل واليهود عاوزيني أبعيش في أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية وأشتغل عميل لهم في الشرق الأوسط عميل لأنظمتهم في الشرق الأوسط زي ما بيحصل من كتير من العرب الموجودين في, في أمريكا بيشتغلوا عملاء لأنظمة الشرق الأوسط لا أنا هذا ولا ذاك أنا راجل متسق مع ذاتي متسق مع قناعاتي بعمل ذلك من اجل قناعات حقيقيه من اجل قناعات حقيقيه ولهذا يشيطنوني ويشيطنون كل شخص اي شخص في الشرق الاوسط شفنا اللي حصل لعلي سالم هذا الكاتب المسرحي المرموق شوفوا علي سالم عشان راح زياره لاسرائيل عملوا له ايه؟ حرموه من كل شيء شوفوا المزايدات في مصر في النقابات اللي يسلم على واحد اسرائيلي شوفوا المزايدات من الرياضيين المصريين في المحافل الدولية في المونديالز وفي وفي الاولمبيكس شوف المزايدات شوف ارهاب المصريين لبعضهم البعض بموضوع التطبيع وموضوع اسرائيل بيرهبوا بعضهم اللي بيحصل في النقابات ده ارهاب علي سالم هذا الكاتب المسرح كل واحد فكر بإيجابية في السلام بين مصر وإسرائيل عوقب في مصر وأنا طبعا لم أعاقب زي علي سالم لأن أنا خارج خارج مصر لأن أنا في الولايات المتحدة الأمريكية في مكان في حرية ولكن طبعا في منابرهم بيشيطنوني في منابرهم بيمنعوني فقط فقط أنا بقولها لأن أنا بفكر في السلام لأن هو أش اهم شيء ايجابي هو السلام، ولان انا بفكر ان مصر استعادت كل اراضيها، وان اليها ان تلتفت الى الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان والتنميه الحقيقيه والعداله ومحاربه الفساد، وتنميه التعليم، و و و وابعاد الدين، الدين لو, لو قلت لي ايه العدو الاول للمصريين؟ مش اسرائيل. العدو الاول لمصر هو الدين، الدين دمر مصر. الدين دمر مصر وهو العدو الاول والرئيسي لمصر والمصريين هو الدين وليس اسرائيل هذا ما ودت ان اقول في هذه هذه الهستيريا الهستيريا الجماعيه بالاحتفاء بمجرم قاتل هو محمد صلاح هذا الجزء يبين ويوضح الخلل العميق في العقل المصري والعربي العقل المصري والعربي هذا خلل رهيب في التفكير وفي العقل وفي الوجدان وفي الأهداف وفي الرؤية وفي الرؤية لبلادهم قبل أي شيء هذا ما وددت أن أقوله أشكركم وألقاكم في حلقة أخرى مع مجدي خليل شكرا لكم